السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ولاية تيارت لنقف على إشغال نتاع المشروع المستشفى مكافحة السرطان بهذه الولاية، واللي يعتبر ثامن مشروع قيد الإنشاء اللي مازال على الأشغال فيه لمستشفى مكافحة السرطان في الجزائر، وكذلك فيه 11 مستشفى مكافحة السرطان قيد الأشغال، وفيه مشاريع أخرى راهي قيد الدراسة، خاصة في الولايات الفاتية اللي الآن أصبحت لدينا 58 ولاية. ونشوف أنه المشروع هذا يعني رغم حداثة يعني الأشغال هذه عنده بدأ العام اللي فات المشروع هذا، لأن نلاحظ أنه الأشغال راهي تكتمل تقرب من نهايتها حوالي 90% من نسبة الأشغال، وتبقى العملية تاع التجهيز. ونعاود نأكد دائما وأبدا أنه كما في قضايا أخرى كثيرة، العامل الإنساني هو المهم، وعامل الخدمة العمومية لازم تكون على أعلى مستوى وعند حسن ظن الشعب الجزائري. والسلام عليكم.